فلاش الكان على أنفاس بريس، أهلا بكم. يلاقي منتخب نيجيريا نظيره الأنغولي في الساعة 6 على أرضية ملعب السلام في افتتاح مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا. في الساعة 9 على أرضية ملعب الحسن وترى يسعى منتخب كونغو الديمقراطية ملك التعادلات لإقصاء غينيا واستكمال مغامرته في البطولة القارية. اختار الكاف اليوم هدف مافولولو نجم منتخب الأنغولي في مباراة ناميبيا ضمن الأفضل في دور 16 بالبطولة القارية. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.